أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استهداف الإمارات لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين وخيارات الشرعية لمواجهة ذلك. وصف الرئيس عبد الرب منصور هادي القصف الجوي الإماراتي الذي استهدف الجيش الوطني في عدن وأبين بالاعتداء السافر، مطالبا السعودية بالتدخل لوقف هذه الهجمات. وأضاف الرئيس أن طائرات العابثين في إشارة للإمارات لن ترهب اليمنيين في استعادة عاصمتهم المؤقتة، موضحا أن الإمارات استغلت الظروف التي يمر بها اليمن لتسليط ميليشيا المجلس الانتقالي ضد مؤسسات الدولة الشرعية سعيا لتنفيذ أجندتها في تقسيم البلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهداف الإمارات من استهداف الجيش الوطني في عدن وخيارات الشرعية في مواجهة ذلك. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. لم تعد الضبابية تغلف أهداف مشاركة دولة الإمارات في الحرب على اليمن بعيد استهدافها العلني لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين. الاستهداف الذي راح ضحيته المئات من عناصر الجيش الوطني أتبعته الإمارات باستهداف آخر أبرزته في صورة بيان حاولت من خلاله التبرير لجريمتها المروعة ومعطية الحق لنفسها في تكرار ذلك متى شاءت. وبما أن القديم بالجديد يذكر، فقد أعاد استهداف مقاتلات الإمارات للجيش الوطني إلى الأذهان غارات أخرى مشابهة استهدفت الجيش في العبر وصرواح ونهم والساحل الغربي، راح ضحيتها العديد من قادة الجيش الوطني والتي وصفت حينها بالأخطاء. إلا أن بيان الإمارات الأخير أماط الكثير عن خفايا تلك الضربات. وأمام هذا التوغل الإماراتي الذي استباح دماء اليمنيين، جاء البيان الرئاسي هذه المرة منددًا بالجريمة المروعة، داعيًا المملكة العربية السعودية إلى التدخل لوقف هذه الهجمات. البيان الرئاسي يؤكد على أن ما تقوم به الإمارات يعد اعتداء سافرا على الجيش الوطني عمدت خلاله إلى استغلال الظروف التي تمر بها الشرعية لتحقيق أهدافها. وفيما تمضي الإمارات وأذرعها المتمثلة بميليشيا الحزام الأمني والمجلس الانتقالي في تنفيذ مشاريعها الساعية إلى تقسيم وتقزيم اليمن، لا تغيب خيارات الشرعية في مواجهة ذلك فقط، بل ارتأت أكثر إلى رهن قرارها السيادي والمصيري بالسعودية، السعودية التي أدمنت الصمت تجاه ما تفعله شقيقتها في اليمن، وهي السعودية ذاتها التي لم تدن المجزرة المروعة بحق الجيش حتى الآن. وفي بداية النقاش نبدأ بضيفنا من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، بداية كيف تنظر إلى بيان الإمارات المتضمن وصف القوات الجيش بالجماعات الإرهابية؟ تحية لك ولمتابعي القناة. بيان الإمارات، بيان وزارة الخارجية الإماراتية لا يقل وقاحة عن فعلتها باستهداف الجيش الوطني على مشارع عدن. لأول مرة تتحدث بلغة التحالف، ويأتي هذا الحديث من خارجية الإمارات، مع علمنا أن للتحالف ناطق رسمي هو تركي المالكي. بالتالي نحن اليوم أمام انقلاب وإجرام وعبث تقوم به الإمارات مباشرة. يعني كانت بالأول تحرك أدواتها، كانت تعتمد على المجلس الانتقالي، ميليشيا الحزام الأمني، النخب. كسرت هذه الأدوات وذابت ودفنت في صحراء شبوة وهزمها أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية. الآن تدخلت مباشرة وتواجه وتضرب الجيش الوطني. البيان بقدر ما يمثل حالة ارتباك، لكنه يؤكد ويوثق الجريمة ويظهر لنا إقرار أمام الداخل والخارج، أمام الشعب اليمني، أن الإمارات تحمل ملفا ثقيلا في الجرائم وقف الجيش الوطني. ما كانت تسمى بالضربات الخاطئة كانت ضربات مقصودة من طيران الإمارات ضد أفراد الجيش الوطني وضد المقاتلين.
دشنت في حضرموت في العبر باستهداف مؤسسي. نعم الهدياني، أنت تقول أنها يعني ضربات مقصودة وتستهدف قوات الجيش، ماذا يعني ما هو المطلوب من الحكومة لنفي الاتهامات هذه التي تلصقها الإمارات بقوات الجيش، وأيضا تفند هذه الاتهامات للسعودية وللرأي العام؟ هي اتهامات يعني ساذجة يعني تثير الضحك. الحكومة الشرعية الرئيس هادي بيدهم ورقة الشرعية، هي هذه هي الحكومة المعترف بها دوليا، وهذا جيشها، وهي تقاتل و يعني تواجه انقلاب وتمرد وجماعات يعني استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح. على الحكومة الشرعية أن تتحرك وأن تستخدم كل المتاح. الرئيس هادي بكلمته الأمس أو ببيانه وجه الحكومة باستخدام أو يعني عمل كل الخيارات المتاحة في مواجهة هذه الضربة أو هذا العمل الإجرامي الذي قامت به الإمارات. أن تخاطب العالم، لابد أن يكون هناك نشاط دبلوماسي كبير، نشاط حقوقي عبر وزارة حقوق الإنسان، نشاط إعلامي، أن تتحرك الحكومة بكل أدواتها وتخاطب العالم. هذه الدولة التي جاءت وفق القانون بمساعدة وإعادة الحكومة الشرعية اليوم تضربها بل وتوجه إليها اتهام بالإرهاب. هذه مغالطات لا يمكن أن تحر إذا ما قامت الحكومة بواجباتها. نعم تفضل بالبقاء معي الهدياني من عدن. ننتقل إلى ضيفنا من إسطنبول المحلل السياسي محمد المقبلي، مرحبا بك معنا. برأيك ما هي خيارات الشرعية لمواجهة الوجود الإماراتي في اليمن بعد هذه المجريات؟ أهلا أخي سالم، أعتقد أن عليها فقط أن تجاري هذا المواجهة الشعبية الكبيرة جدا والتي تقدمت على الشرعية بمسافة كبيرة جدا، والخيارات التي بدأت فيها هي خيارات ناجحة جدا. التحرك على الصعيد الدبلوماسي في مجلس الأمن على وجه التحديد، تحريك الرأي العام العالمي، إخبار الرأي العام الشعبي ومكاشفتها بكل الجرائم التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة بحق القيادات العسكرية تحت ما كان يسمى بين قوسين بالضربات الخاطئة، تحريك الملف الحقوقي، الذهاب من وجهة نظري الشخصية إلى التوقيع على اتفاقية روما التي موجبها تلتحق اليمن بمحكمة الجنايات الدولية. اليوم محمد بن زايد يعتبر مجرم حرب مع سرقة الإسقاط والترصد، وهنالك الكثير من التبعات التي ممكن لو تحركت الحكومة وحلقت بجناحين اللي هو الجناح الشعبي، هذا الضبن الشعبي الواسع والاحتراك الإعلامي فيه. نعم محمد، لكن هناك دعوات ودفع من وسائل إعلام تابعة للسعودية والإمارات لإخضاع أو مثلا قبول الحكومة الشرعية بحوار جدة المزمع يعني المتفق على أساس أنه يجمع المجلس الانتقالي وبالمقابل الشرعية. هل هذا الخيار مطروح أمام الشرعية لا؟ أم أنه أصبح من العبث الحديث عن حوار مع المجلس؟ أعتبر أنها مزحة ثقيلة على وجه التحديد، و تقريبا انتحار سياسي كامل المعالم، انه الشرعيه تتحاور مع من انقلب عليها بقوه السلاح. هذا بتقديري الشخصي لا يمكن ابدا ان ينتج خيارات معينه. لماذا؟ لانه اصلا يبطل شرعيه تدخل التحالف العربي الذي اصلا جاء بموجب السيطره على السلطه بقوه السلاح. اذا برعايه الحفله التي تسمى مؤتمر جده، وهي حفله تنكريه تحاول ان تصدر هذا التقويض المسلح للدولة والاعتداء الإرهابي على قوات الدولة اليمنية من قبل الإمارات تصدق عليه طابع شرعي، لذلك تنسف أصلا أثر تدخلها في اليمن. لماذا؟ لأنها أصلا تدخلت في اليمن نتيجة هذا الصدو المسلح والانقلاب المسلح على الدولة، وبالتالي ما دامت تدعو أصلا إلى حوار مع من انقلب على السلطة الشرعية بقوة السلاح، هي في حقيقة الأمر تنسف مبررات وجودها. لا اعتقد ان الشرعيه لم يعد لديها ما تخسر على الشرعيه، وبالتالي اذا ما فكرت ولو لحظه واحده هي بها في هذا الحاله ستخسر كل هذا الحاضنه الشعبيه التي تذهب باتجاه المواجهه مع الامارات، وتستطيع ان تسيع ذاتها بذاتها، وفي نفس الوقت تسيع اصلا تدخل التحالف العربي في اليمن.
نعم، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا من عدن عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، كيف تقيم دعوة الإمارات لتحالف دولي ضد الإرهاب في اليمن، خصوصا بعد وقوع حادث تبناه داعش ضد قوات أو أفراد المجلس الانتقالي في عدن؟ أقول أن الإمارات ألقت كل الأوراق التي كانت في أيديها من الخبث والكراهية والحقد تجاه اليمن والشعب اليمني، وانكشفت كل أوراقها. يعني كانت الضربات التي وجهت للجيش الوطني كانت آخر ورقة انكشفت الإمارات بالكامل، لم يعد لها مبرر في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي مهمته إعادة الشرعية. عبثت، خربت سجون، ملفات يعني مثقلة، وبالتالي هي تهرب إلى الأمام تبحث عن تحالف آخر يخرجها من هذا المأزق الذي وصلت إلى نهاية مطافه وخسرت كل شيء، خسرت حتى سمعتها، خسرت ميليشياتها. أكثر من 90,000 نسمة صنعتهم هذه الميليشيات خارج الدولة، انكسروا وذلوا وهزموا هزيمة نكراء. الشعب اليمني، أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية هزموا هذه الأدوات وكسروها من شبوة حتى عدن. اليوم يعني هي الآن سلطت هذه الأدوات بما بقيت في عدن اليوم. الآن ونحن نتحدث هناك مداهمات واعتقالات ويعني إعدامات. اقتحموا قبل قليل منزل قائد لواء النقل أمجد خارج، قتلوا أخاه وأخذوا يعني أباه وأخيه. نحن أمام ميليشيات إجرامية تعبث. الإمارات افتقدت كل أوراقها، الشجر والحجر. الناس المواطنون يغلون الآن في عدن وفي المحافظات الجنوبية، يرفضون هذا الكيان وهذه الدولة التي حملت العبث. بالتالي لم يعد لديها خيار، تبحث عن مخرج لهذه الفضيحة ولهذه وصلت السوءات التي عملتها. نعم الهدياني، وصلت فكرتك، تفضل بالبقاء معنا. ننتقل إلى الرياض، معنا من هناك المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك معنا سيد سلمان. بداية، كيف تعلق على الغارات الإماراتية التي استهدفت الجيش في عدن وراح ضحيتها المئات من قوات الجيش؟ حياك الله، أنا وسهلا عزيزي، حياك وحيا السادة المشاهدين وضيوفك. طبعا الإمارات العربية المتحدة أصدرت بيان رسمي حول هذا الاستهداف، والذي كان بتنسيق مع التحالف، وتعمد إلى اصطياد بعض الإرهابيين الذين يحاول أن يعكروا صفوة أو انطلاقة أو مواصلة تحرير اليمن بتخطيط أو بتنسيق مع الحوثيين. أعتقد أن ما حدث ضخم وعكس على أن خلاف مع التحالف وإنما تقوم به الإمارات. سيد سلمان، هل تعتقد أن الجيش الوطني إرهابي والذي هو مدعوم من السعودية بطبيعة الحال؟ الجيش الوطني إرهابي؟ نعم، مثل ما تدعي الإمارات أنه إرهابي وبررت لنفسها قصفه في العلم. شوف، للأسف ولازم أن نضع أن نسمي الأشياء بمسمياتها أو أن نضع النقاط على الحروف. الجيش الوطني هناك عدد كبير يقاتل ويواجه الحوثي بكل قوة وبسالة وإخلاص، ولكن في المقابل هناك عناصر داخل الجيش الوطني للأسف لا يعملون لأجل اليمن أو لا يخلصون في المهام المناطة إليهم، أو بمعنى أصح يعملون لصالح أجندة خاصة ومصالح شخصية. فهذا الأمر غير مقبول بطبيعة الحال، ويتحمل مسؤولية في المقام الأول وأقولها صراحة علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي، والذي هو بصراحة عمل في الجيش لسنوات طويلة ويعلم بحقيقة الجيش اليمني، ويعلم أيضا بالمخلصين في الجيش، ويعلم أيضا بالخونة.
يعني أنت الآن تؤكد أن بموقفك هذا، إذا كان شخصي أو موقف سعودي، أنت تؤكد أن السعودية ليس لديها خلاف مع الإمارات، أن الجيش الوطني هو متهم ولديه خلايا متهمة ب أو انتمائها منتمية للإرهاب، فبالتالي هذا القصف الأخير أصبح مبرر. شوف أستاذي أو عزيزي، يعني هناك حملة قوية جدا تريد أن تؤكد أو تضغط أو تبين أو تكشف أو يعني تتفاعل بمصائب مستقبلية، وأن هناك خلاف بين السعودية والإمارات. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الأمر، ما أريد أن أؤكده هو أن السعودية والإمارات وجه واحد. وكنت أتمنى ولا زلت أتمنى من الإعلام ومن بعض الذين يقولون بأن هناك خلافات سعودية إماراتية أنهم بشرونا ولو لوهلة من الزمن بأن هناك خلافات حوثية أو أن هناك خلافات حوثية إخوانية أو أن هناك خلافات حوثية إيرانية. للأسف كأننا نستبشر وننتظر أن تشد نار الفتنة بين السعودية والإمارات. لا يا أخي، لو حدث هذا فهذا مصيبة على العرب بأكملهم، يعني بكل أمان. لكن برأيك هل هذا التفسير أو هذا التحليل هل يقود إلى اتهام إلى السعودية، كون الإمارات تتهم الآن الجيش أنه لديه عناصر إرهابية وتدعشنه، وأيضا هل هذا الاتهام يقود إلى السعودية بشكل مباشر كونها هي الداعم بشكل أساسي بالمال والعسكر وهي متصدر المشهد في التحالف دعم الشرعية؟ السعودية تدعم الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية تدعم جيشها الوطني الذي يقاتل على الأرض، ولكن ليس من مسؤوليتنا نحن كسعوديين أو إماراتيين. وتم استهداف الجيش الوطني الذي يقاتل على الأرض. نعم، وتم استهداف الجيش الوطني الذي يقاتل على الأرض. نعم صحيح، الجيش الوطني الذي يقاتل على الأرض، ولكن ماذا يؤكد لي عندما يكون هناك عناصر خائنة أو متكهكرة أو غير مخلصة أو تعمل لصالحها الشخصي؟ يا أخي، إحنا لدينا ناس في الجيش الوطني، أو سمعنا وأنت تسمع وغيرك، بأنهم باعوا الأسلحة للحوثيين. ناس يتبعون الجيش الوطني بكل أمانة، خانوا وطنهم، خانوا جيشهم، خانوا رئيسهم، خانوا اليمن، خانوا عروبتهم، خانوا وطنيتهم، باعوا أسلحتهم، والبعض باع حتى كل ما يملك من ذخيرة للحوثيين. إذا هؤلاء ما نسميهم؟ هل نسميهم خونة؟ هؤلاء هم إرهابيين، هؤلاء خونة، هؤلاء يريدوا تدمير اليمن. فأعتقد أن الغارات الإماراتية ليست خارج سرب التحالف، وهي لم تكن تعمل في يوما ما لوحدها أو بمفردها، هي تريد أن تعرف وأن تصيب أهداف معينة. بالأمس القريب عندما قالت الإمارات وصرحت وقالت بأنه ليس انسحاب ما يحدث في اليمن، بل هو إعادة تموضع، لديها معلوماتها ولديها يعني قدرتها على أن تحذف جيشها أو قواتها في المكان الذي ترى مناسبا تحت مظلة طبعا التحالف العربي. نعم، تفضل بالبقاء معي سلمان عسكر من الرياض. ننتقل إلى الهدياني ضيفنا من عدن. كيف تقيم خطاب الرئيس هادي الذي وصف الاعتداء الإماراتي بالعدوان السافر؟ اولا يعني ضيفك من الرياض يتحدث عن جيش وطني ارهابي، يعني هل سمع بيان رئيس الجمهوريه وهو يندد وهو يعني يرفض هذا العدوان السافر على جيشه الوطني الحكومي؟ يعني هل ضيفك ملكي يعني اكثر من الملك؟ الحكومه الشرعيه تقول انه عدوان وان جيشها يتعرض للعدوان وضرب غير مبرر. جميع أدوات الدولة الحكومية الشرعية التي يدعون هم أنهم جاءوا لإعادتها ونصرتها تقول أنها تتعرض لعدوان من الإمارات العربية المتحدة. يعني ماذا يقول يعني ضيفك يتحدث بعيدا بلا منطق. إذا أنت تتهم جزء أو أفراد من الجيش، الشعب اليمني هو من يقرر ذلك، الرئيس اليمني بموجب القانون هو من يقرر ذلك،
أدوات الدولة الشرعية هي التي تقرر ذلك. اليوم الجيش الوطني يقول، أنت تتحدث عن أن الرئيس هو من يقرر ذلك والشعب اليمني هو الذي قرر ذلك، كيف تفسر طلب الرئيس إلى السعودية لإنهاء دور الإمارات في التحالف ولم يقدم طلب مباشر للإمارات بإنهاء دورها بشكل واضح؟ يعني يقال أن سيادة الرئيس مخترقة، أنها يعني وضعه، تفضل. لم يعد لنا خطاب مع الإمارات، الإمارات دولة معادية، الإمارات دولة اعتدت علينا بموجب القانون الدولي، الإمارات حركت قوتها وضربت الجيش الشرعي. نحن نتحدث مع المملكة العربية السعودية من موقعها كقائدة في التحالف، جاءت هي التي جاءت للإمارات، نحن لا نطلب الإمارات. ضيفك يتحدث ربما ينتمي الى التيار المختطف داخل السعوديه من قبل محمد بن زايد. مصلحه المملكه العربيه السعوديه هي في استقرار اليمن ومع الحكومه الشرعيه ومع يمن موحد ومع يمن يسوده القانون والحكومه الشرعيه، ولكن الميليشيات هذه هي التي هي صنيعه الامارات. ربما هناك فريق مختطف داخل المملكه العربيه السعوديه صار تابعا لمحمد بن زايد وسيقود المنطقة اليمن والسعودية إلى الجحيم. اليمن أقرب وأبقى للسعوديين من الإمارات، مصالحنا مشتركة، نحن نتجاور في حدود 1800 كيلو متر مربع. أمن اليمن أمنا قوميا للمملكة العربية السعودية. محمد بن سلمان يعبث وهو بعيد عن الحدود، يعني نعم. ينبغي تفضل. أن نعم. نعم تفضل بالبقاء معي الهدياني. ننتقل إلى ضيفنا من اسطنبول محمد المقبلي. محمد، إذا كما ذكرنا ضيفنا محمد سلمان عسكر أن السعودية والإمارات على قلب رجل واحد في الأزمة اليمنية، كيف نصف حالة التحالف بعد الذي جرى؟ هل نحن أمام تشكل جبهة جديدة غير جبهة انقلاب الحوثي؟ في حقيقة الأمر هو لا يحق لسلمان عسكر ولا غير سلمان عسكر أن يتحدث عن الجيش اليمني بهذه اللغة التي لا نقبلها على الإطلاق. الجيش اليمني الذي يقول عنه خائن والذي يدافع عن السعودية في الحد الجنوبي، وإلى الآن لدينا 1500 بين شهيد وجريح يدافعوا عن الحد الجنوبي للسعودية، لا يحق له أن يتهم الجيش بكلمة واحدة. هو في حقيقة الأمر أثبت أن من تم أن الجيش الذي تم تعرض للقصف هو تم برضاء التحالف والمملكة العربية السعودية بحسب شهادة سلمان عسكر الآن الذي قالها على الهواء مباشرة هي المسؤولة عن استهداف الجيش اليمني على وجه التحديد. ثم النقطة التي تليها عندما يتحدث عن الخونة والذي يبيع السلاح، من الخائن؟ الخائن هو التحالف العربي الذي مول الميليشيات الإنقلابية الذي دعم الحوثي حتى وصل إلى صنعاء. الجيش التحالف الخائن هو الذي يمول الطائرات المسيرة التي تأتي أموالها من بنوك دبي كما جاء في تقارير. ما هي مصلحة التحالف من خلال هذه المعطيات الأخيرة برأيك؟ مصلحة التحالف بكل صراحة لا يريد أن يكون لك دولة يمنية ولا جيش يمني، يريد أن يغرق اليمن بالفوضى لأسباب كثيرة، من بينها أن لديه مشكلة تاريخية مع اليمن ويمارس حرب على الدولة اليمنية. وكلما اليمنيون منحوا هذا التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية الخاسر الأبرز فرصة كبيرة جدا للتصالح مع اليمنيين دولة وشعب، كلما عادت إلى ذات المربع المتمثل باستهداف الجيش اليمني واستهداف الدولة اليمنية وتغذية الإرهاب. اليوم من أدخل عدن في الفوضى هو المغذي الرئيسي للإرهاب، وبالتالي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية هم الراعيين للتحالف. أما حديث سلمان عسكر عن الجيش اليمني عليه أن يصمت طويلا، فالناس والمراقبين الدوليين والمحليين يعرفوا من هو الخائن، وأثبت الآن على الهواء مباشرة أن الجيش اليمني الذي تعرض للاستهداف كان برضا السعودية وعلمها، وهذه شهادة ستظل للتاريخ ولا يجب عليه أن يفتح فمه على جيش ضحي بالآلة. نعم ننقل هذه النقاط. الأمن القومي للجزيرة العربية وإلا مدرعات الميليشيات ستطوف في المدن السعودية. نعم محمد المقبلي، ننقل هذه النقاط إلى ضيفنا من الرياض سلمان عسكر. برأيك هل سمعت إذا سمعت ضيفنا من اسطنبول محمد المقبلي أنه يتهم التحالف جملة وتفصيلا بأنه خاين، خان المبادئ التي أتى لأجلها، خان الهدف الأساسي هو دحر انقلاب الحوثي، ماذا ترد؟
اولا لو تسمح لي ابدا التعليق من ضيفك في عدن والذي يقول بان هناك تيار داخل السعوديه يعمل لصالح الامارات. لا يا سيدي، الكلام واضح ولا اريد ان اعيد واعجن واعلق مرارا وتكرارا. السعوديه والامارات وجه لنصرة المظلوم وبلد واحد، هذا اولا. الشيء الثاني اريد ان اسال ضيفك من عدن شلال شايع الذي كان يمثل مدير امن عدن بالامس قبل يومين في بصور مقطع فيديو مسجل وموجود لدي، اذا اردت ان اسال القناه ان ارسله له، وهو يتغنى بعيسى الليثي المنشد الحوثي ويكرر وينشد بأغاني عبد الملك. على ضيفك من عدن ان يعلم على اي حزب يعمل وعلى اي قناه يتبع. اما بالنسبه لضيفك من اسطنبول عندما يقول الجيش اليمني حمل حدود السعوديه، لكن شلال شايع سيد سلمان هو تبع المجلس الانتقالي الذي يتعبه الذي يدعمه الامارات بشكل واضح وعلني. المهم ان هذا الرجل الذي كنا صناه في فتره معينه وقام التحالف معه وحرر عدن وحرر الجنوب، الان يمد يده للحوثي بهذه الاناشيد وهذه مغازله او غزل عن بعد. يعني عدن يعني لا نستطيع ان ننكر ان شلال شايع لديه صور ووثائق تثبت انه يتبع ويتلقى الدعم من الامارات واحد اذرعها في اليمن. أنا ما أعرف دعمه من الإمارات أو دعمه من هنا أو هناك، أنا ما أنا أتكلم عن شخصية الرجل الذي حرر له الجنوب أصبح يتغنى عن الحوثي. هذا جانب يجب أن لا نتكلم فيه كثيرا، ولكن يجب أن نعلم بأن هؤلاء مهما تقف معهم ومهما تدعمهم ومهما فعشقهم وحبهم الأولي الأول هو لهم للحوثي، هذا ما في شك. الأمر الثاني، ضيفك الذي من أسطنبول يتحدث بأن جيشها الوطني حمل حدود السعودية، يا ابني الله يرحم أهلك، أنت تتكلم عن إيش؟ إحنا جالسين التحالف والسعودية تدافع عنك، تجي تقول تحمي الحد السعودي؟ الحد السعودي محمي ببضع قليل من الرجال وليس كل الجيش. يا أخي عندما يفكر الحوثي أو أنصاره أو من معه أن يقتربوا للحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سيكون مصيرهم ما حدث في علف. المملكة العربية السعودية تقف مع المظلوم، ولكن عندما يحسس الحق فإن يحرق الأخضر واليابس وتدافع عن وطننا المملكة العربية السعودية. فلن أسمح لقزم من أسطنبول أن يتكلم عن الحد السعودي ويضع السم في الأسد تحت قطاع الشرعية. الشرعية أنا أتكلم معك شرعية عبد الهادي وعلي محسن، نريد أن يتحركوا في نهب. لماذا توقفوا في نهب؟ لماذا توقفوا في صرواح؟ أين الرجال الذين يقول لا احد يشكك في الجيش؟ اين جيشك؟ لماذا لا يتحرك؟ من عام 2015 وجيشك في نهب متوقف وجيشك في صرواح. لا ننسى ان هناك ايضا سيد سلمان اوامر من التحالف بالتوقف في الجبهات الشماليه. عموما لضيق الوقت نعتذر عن نختم معك، شكرا لك، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. بالعودة إلى ضيفنا من عدن عبد الرقيب الهدياني. عبد الرقيب، ختاما، ما هي خيارات الشرعية لمواجهة هذه المرحلة الحرجة، هذا المنعطف الذي يوصف بأنه خطير؟ أولا يبدو أن ضيفك من الرياض مغيب وبعيد ولا يعرف شيئا والأوراق لديه مختلطة. خيارات الحكومة الشرعية الآن هي مواجهة هذا العدوان وهذا العبث واختطاف الحكومة وزراعة الميليشيات، أن تتحرك بكل قوة، أن ترفع السقف الآن كل المبررات وكل الحجج وكل الجرائم واضحة. الإمارات دولة معادية، وفرت الآن مادة قوية للحكومة الشرعية أن تعيد تصحيح مسار علاقتها مع التحالف وأن تعود بقوة إلى عدن. مسألة العودة إلى عدن اتضح أنها مسألة سهلة. الأدوات التي بنتها الإمارات خلال 4 سنوات انكسرت في ساعات أمام صمود